بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة، ونسأل الله تعالى أن يعظم أجورنا وأجوركم بذكرى الإمام الحسين عليه السلام وأيامه هذه. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وعظم الله أجوركم وأهلا وسهلا بكم. سلمكم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم. حياكم الله سماحة السيد. إذن مشاهدنا الكريم، بعد 12 دقيقة تقريبا من الآن راح نبدأ باستقبال مشاركتك، اتصالك، ملاحظاتك، مداخلاتك إن شاء الله، وسماحة السيد رشيد الحسيني هنا للإجابة وللرد على ما تتفضل به إن شاء الله تعالى. سيدنا، موضوع في غاية الأهمية صار رائج اليوم بين المسلم اللي يعتز بهويته وبين الشخص اللي توصل له التشكيكات من الأطراف الأخرى، اللي هو موقف الإسلام من المرأة. بعض الأشياء اللي جايتنا من ناس أعداء الإسلام أن الدين أو أن الإسلام ظلم المرأة، كيف يرد على مثل هذه الاتهامات؟ تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع هذا موضوع لا يمكن تناولها في خلال 12 دقيقة كما تفضلتم. نعم. يعني هذه الموضوع تحتاج إلى حلقة كاملة، بل أكثر من حلقة، على عجالة سيدنا. ولكن خصم الكلام إن صح التعبير، نعم، أنه لا بد أن نفسر ما هو الظلم. شنو معنى الظلم؟ واحد يقول سيدنا فلان ظلمني، فلان ظلمني، أو أنه الأب ظلمني، هاي كلمة ظلمني، أو أنه مثلا المعلم ظلمنا، نعم، بالدرس. ما معنى الظلم؟ ما معنى الظلم؟ مشكلة أنه الكل يقرأ الظلم بحسبه، نعم، لا يقرأ الظلم بما هو واقع ومفهوم الذي بمعنى سلب الحق وقصر وكبت بلا حق. نعم. سلب الحق أو كبت وقصر بمن؟ بلا حق. بلا حق، هذا هو الظلم. أما يأتي أب، عفوا، يأتي شاب اليوم في المسجد قال والدي يظلمني. نعم. قلت له شلون يظلمك لو سمحت؟ قال ياخذ الموبايل من عندنا بالليل، يقول لنا خلاص بالدعش موبايلات يمي ان شاء الله الصبح اعطيك وياها، فهذا يظلمنا. نعم. زين، فانا كأب واعرف على حال ما يعانيه الشباب وما موجود، قلت له تعتقد هذا ظلم لك انه والدك ياخذ الموبايل حتى لا تسهر، حتى لا تبقى على حال متاخر، او لا تنشغل بقضايا اللي هي قد تأثر على شخصيتك وعلى أخلاقك؟ قال ولكن أنا أحب هذا الشيء. قلت له هل كل ما يحبه الإنسان هو في مصلحته؟ نعم. واضح شو يريد أقول؟ نعم. فلما نجي نشوف الوالد، لا، الوالد هو بمنتهى الإنصاف والعدالة، بمنتهى الإنصاف والعدالة، ولكن هو يراه أنه ظلم. نسحبها لمنطقة المرأة سيدنا مثلا. لا أريد أنا أمهد الفكرة، لأنه فضل. الناس للأسف أخذتهم السوشيال ميديا. يأتي مثلا على حال، تأتي زوجة أنه زوجي ظالمني، شنو وجه الظلم بابا؟ قال أنه على حال ما يخليني أروح إلى الأعراس، أو أنه حفلات معينة. هالحفلات شنو بيها بابا؟ ناس موجودين وعلي حال ورقص وكذا. زين، زوجك لما يمنعك، هل مصلحتك انه يمنعك من هالشكل حفلات او في ضررك؟ قالت انا احب. يأتي نفس الكلام، هل كل ما تحبه فهو حق؟ زوجك شريف يريد يحافظ على كرامتك وعلى شخصيتك، وخصوصا هالشكل حفلات فيها تصوير وفيها كذا. وبعدين فشوفوا انه المرأة لما يجي الإسلام
يقول له بابا أنت تحفظي بالحجاب. يقول ها هذا أول الظلم. يجي الإسلام يقول هل السفور والتبرج وعدم يعني عدم التستر هذا في مصلحتك أنت يا بنتي يا فتاة؟ والمجتمع الرجولي والمجتمع الغريزي والمنفتح بشكل كبير هل هذا يعني أنك أنت معرضة معرضة إلى علي حال الانتهاك أو أنت في مأمن من الانتهاك؟ نعم. تقول علي حال أنا أريد أصير هالشكل أطلع جمالي أطلع مفاتني. الإسلام يقول أنا أفكر في مصلحتك وأنت تفكرين في رغباتك. المصلحة شيء والرغبة نعم شيء آخر. فهذه المقولة أن الإسلام يظلم المرأة نأتي ونقول في ماذا ظلمها أصلا؟ شنو معنى الظلم لما يقول تحجبي ظلم؟ وهل التبرج والكذا هذا هذه يعني حسب تعبيرنا الحرية والعدالة؟ مو أنت راح تنتهكين، أنت راح تسقطين، أنت راح على حال تسلب كرامتك. نعم. تقول أنا أحب هذا الأمر. فيأتي الإسلام يقول ليس كل ما يحبه الإنسان في مصلحته، فلا بد من محددات، كما أنه الطبيب المعالج يعطي أشياء قد لا يرغب إليه المريض، ولكن هذا علاجك، هذا علاجك، أنه لا بد أن يشق بطنك، يشق البطن وتتألم، ولكن علاجك هذا. الإسلام ينظر إلى البعيد، ينظر إلى مصلحة الإنسان، فجعل الحجاب فرض على المرأة، جعل حسب تعبيرنا الولاية لأبيها ووليها، لأنه في واقع الحال يعينها على مشاريعها الأساسية، مشاريع الأساسية مثل الزواج. نعم. مع العلم الإسلام ما قال للوالد أنت ولي مطلق أبدا، قال ولايتك 50%، ولاية البني 50%، يعني أنت لا يصح لك أن تتخذ قرار تزويج الفتاة بدون موافقتها، والفتاة تزوج نفسها بدون موافقتك أيضا، فهي ولاية مشتركة. هذا حتى يحافظ على كينونة المرأة وكرامتها. الميراث مثلا سيدة، نأتي فيما يرتبط بالهذا. أريد أسأل سؤال، يعني لما الإسلام يقول للزوجة أيتها الزوجة أنت ما عليك شيء، ما عليك أن تنفق على العائلة، لا تصرفين ولا فلس ولا فلس، أموال عندك إلك، راتب عندك إلك، هل هذا ظلم أنه أيها المرأة لا تتحمل المسؤولية الاقتصادية في العائلة؟ هذا ظلم. أيها المرأة أنت على حد لك الحق أن لما ترضعي ولدك أن تأخذين أجور على الرضاع، هذا ظلم. أن اللبن اللي تنطيه الطفل تقدرين تطالبين بمن؟ بأجور من الزوج، من الزوج طبيعة الحال. وأنا ما أرضع هذا الطفل تعطيني فلوس، هذا ظلم. هذا الظلم، هذا لو إعطاء حق الرضاع أنه أنا ما أرضع إلا بفلوس، أو أنه ما أرضع أصلا. هذا في واقع الحال في المسائل الاقتصادية. شوف أن الإسلام في حتى العمل في البيت ما فرض عليها تعال اشتغلي وكنسي وطبخي وضيوف إيده أبدا، وهذا قلناه وصارت مشكلة. شلون النساء ما جاي يسمع عن كلام؟ هذا بحث أخلاقي راح يصير، بس البحث الفقهي أن المرأة ليس واجب عليها أن تعمل الأعمال في البيت، إنما حب وكرامة، إنما مودة وتفاهم هو اللي يخلي العائلة تخدم بعضها البعض وحبا وعلى حال مودة. وين الظلم؟ أين الظلم؟ تقول لا سيدنا في الإرث جاء تمنع الفتاة، أبدا. المرأة ترث، أعتقد في حلقة هنا لو حلقة أخرى. نعم. الأم ترث، الأخت ترث، البنت ترث، الزوجة ترث، وين المشكلة؟ لا سيدنا، أنتوا في مسألة الأراضي، الأراضي أنتوا تمنعون الزوجة. هناك دليل يقول أن الأراضي، الأراضي بما هي أراضي؟ مو المنشآت والجدران والبنايات والأشجار والنخيل والبساتين، لا لا، نفس الأرض. هذه الأرض في واقع الحال الشارع المقدس قال الزوجة، فقط الزوجة مو الأخت والأم والكذا، لا لا، الزوجة أنها لا ترث من ذات الأرض، أما
قيمتها ثمنها لا أشكال في ذلك. بس الأب بايع البيت وبايع الأرض ثمنها، الزوجة تأخذ الثمن. أكو هناك حسب تعبيرنا نوع من المغالطات، نعم، ونوع من التشويه والتضليل الكبير اتجاه رؤية الإسلام إلى المرأة. المرأة قد شرفها الإسلام تشريفا كبيرا وعظيما، حيث جعل لها منزل عظيمة. وأن تشوفوا في القرآن الكريم كيف يتناول الإسلام، الإسلام مو المسيحية، الإسلام كيف يتناول شخصية مريم العذراء، وينزل رب العالمين سورة كاملة باسم مريم، نعم، وكيف يعظم مقام السيدة زين، السيدة فاطمة الزهراء صلى الله عليها. سيدنا حضرتك ذكرت الميراث، نعم، ربما من المؤاخذات اللي يؤاخذها الآخرون على يعني غير المنتمين إلى الدين الإسلامي على الإسلام، موضوع أنه المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل في الميراث، هذه إذا أمكن توضيحها لطفاً. أحسنتم، هذه ذكروها الأعلام يعني، وكثير من الدراسات الفقهية والبحثية تناولت هذا الأمر، أنه شوفوا الرجل يتحمل، الرجل يتحمل مسؤولية اقتصادية في حياته، نعم، يعني أنا كولد وأختي، أنا والدي تركني وأختي، أختي ما عندها مسؤولية اقتصادية، كل ما هنالك تصير زوجة والزوج يصرف عليها، فما عندها شيء اسمه مسؤولية نفقة وإدارة اقتصادية وعلى حال إنفاق على الأسرة، أبدا أبدا. أما الرجل في الواقع مسؤوليات الاقتصادية، مسؤوليات الإنفاقية اللي هو جاي يقوم فيها، طبيعة الحال الإسلام يقول لأن الزوج، عفوا، لأن الرجل عنده شيء من المسؤوليات الاقتصادية، فالقوامة، الرجال قوامون، القوامة التي جعلها للرجل بهذا الاعتبار أنه يقوم بأمر الأسرة فيما يرتبط بشؤونها العامة، سواء كانت العلاج والأكل والطعام والسفر والمشرب والمسكن، هاي كلها الفتاة ما عندها شكل مسؤوليات أصلا. سواء واحدة تقول لي من وراء التلفزيون سيدنا أنا كل راتبي جانطي العائلة، مو مفروض عليش يعني، جزاك الله خير، نعم، ماكو وجوب عليك وليس هناك إلزام عليك أصلا. نعم. أحسنتم سمعت سيد، إن شاء الله الأمور صارت واضحة لمشاهدينا الكرام. على بركة الله نبدأ باستقبال اتصالاتكم وطرح أسئلتكم إن شاء الله تعالى. سيدنا تسمعون مثل هذا النوع من الإشكالات فيما يرتبط بالإسلام والمرأة؟ أصلاً هي في الواقع الحال المشكلة وين، إذا تسمحوا لي فالدقيقتين بين هذا الجواب على سؤالكم الكريم وسؤال مهم يعني. شوفوا كل ما زادت التضليلات وكلما زاد الجهل عند المجتمع، بلا إشكال عملية التضليل تأخذ مساحتها. نعم. يعني إذا إنسان جاهل أو ما عنده معرفة وما عنده مطالعة، تأتي التضليلات تغطي، يعني حسب تعبيرنا تملي الكأس الفارغ. الكأس الفارغ يملى إما بعلمك أنت وبثقافتك وبتحصيلك وبتفقهك، وإما الآخر سيمليه بالتضليل والتشويه وكذا. أسعى على قضية القانون، لا لا، قانون الأحوال الشخصية، أجزم يعني أنا أقدر أقسم على أنه كم كبير لا يقل عن 80% من المجتمع ما كان يدري أصلا شنو قانون الأحوال الشخصية، يعني ما كان يعرف شنو جزئيات وقضايا. وحتى النواب في مجلس النواب الذين امتنعوا أو أجلوا ما يدرون شنو قصة، أكو مجموعة برزت قالت هذه غصب للمرأة والفتاة الكذا وعلى حال تزويج القاصرات، في حين أصلا ما له ربط أبدا أبدا. ولكن هذا كله يعني على أن الإنسان كلما يكون جاهل، كل ما يكون غير عالم، وكل ما يكون غير متفقه، فسيكون ضحية التضليل، وهذا الذي الآن يجري. نعم، أسئلة كثيرة سببها هو التضليل الإعلامي. أحسنتم سيدنا. نأخذ مشاركة أولى، نسمع الرسالة الصوتية. السلام عليكم سيد رشيد. وعليكم السلام. أنا تعبانة نفسيتي كلش، مريضة، عندي قدة وخفقان وكلش يعني متضررة حالتي، وحامل وأريد أسقط الجنين، هل يجوز يعني وطعن كفارة؟
انتهت الرسالة، نسمع الإجابة عليها بعد ما نأخذ اتصال من الأخ علي إن شاء الله. تفضل يا علي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا علي. الله يحفظك مولانا ويبارك فيك ويحفظك. يوفقك. سؤالك علي. الله يحفظك. عندنا مشكلة سابقة. نعم. وزوجتي شربت وعلى اثر السمي عن الضرائب معدوده. علي صوتك مو واضح عزيزي، عيد لي السؤال. عنده مشكله وزوجته شربت السم؟ اي شربت السم، لان انا تزوجت زواج ثاني. إيه لا والله مو زواج، رجعت لان طلقت سابقا ورجعت. اي فما تحملت. ومن رجعت نص صوت التلفزيون علي، عيف التلفزيون، اسمعنا بس من التليفون. غير مكانك، روح لغير غرفة، ما قاعد أسمعك. عندك مشكلة، زوجتك شربت سم، بعد كمل لي شنو الموضوع؟ شربت سم، ضرع أيام معدودة، أجيها هي حامل، وقع طفل، سبع بعض الشيء. نعم. سبع وقع، شنو الحكم مع الطفل هذا؟ يا سيدة. طفل؟ سقط الجنين بسبب شرب السم. بعد مني. شكرا لك علي، تسمع الجواب ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. الله يحفظك. حياك الله. نجاوب على الاخت الاولى سيدنا صاحبه الرساله الصوتيه، او الاخ ما ادري من اللي كان. شوفي بابا، انت صحيح مريضه ونفسيتك تعبانه وكذا، بس الجنين اللي في احشائك هذا الجنين له حق الحياه، يعني له حق الحياه، يعني انتوا سويتوه، لما سويتوه ما لكم حق السقط، فلا يجوز إسقاط الجنين ولو ليوم واحد. واحد يقول سيدنا بعد 4 أشهر ما صار. إذا 4 أشهر يعني حلت به الروح، ذاك بعد عليه حال دية كاملة. أما أنه مضغة وعلقة أو أيام الأولى الشهور الأولى، لا يجوز ذلك، وإسقاطه حرام شرعا. وكان مفروض الإنسان هو يفكر في موضوعة الحمل أصلا، لما أنت مريضة كنت تستعمل موانع، أما الآن لا يجوز ذلك. أحسنتم سيدنا. أبو محمد تفضل عزيزي. رحم الله عزيزي. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الله يرحم والديك. الله أفضل سيدنا. السؤال أبو زحمد تفضل عزيزي. الله يرحم والديك. غسل الجمعة قضاء يزعم وضوء، هذا أول سؤال. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز الهدية تنباع كنذر؟ هدية تنباع كنذر شلون يعني؟ يعني شيء واحد هدية ينطي وما محتاج، يعني تنباع على واحد قدر مثلا ناخذها. تنباع بس كنذر شنو يعني؟ يعني مطلوب، واحد مطلوب نذر وقال أنا أشتري من عندك مطلوب نذر وريته، هل يجوز مثلا تنباع في صيغه او لا؟ بس سؤال هو اجته هديه، صارت انت يبيع الهديه، النذر وين؟ النذر وين؟ مو اللي يبيعها، اللي يشتريها ياخذها نذر. ياخذها النذر يعني شنو؟ نذر مطلوب، نذر يعني ينطيها نذر. بس انا راح ابين السؤال مالتك، بس انا عندي سؤال على سؤالك الاول. انه غسلك يوم الجمعه ليوم السبت او الاحد؟ لا، يوم الجمعة، نهار الجمعة من بعد الصلاة، يعني فات الوقت ما لحقت. بلي واضح. شكرا. إن شاء الله تسمع الإجابة على السؤالين أخي الكريم. تحياتي لك، شكرا جزيلا. الأخ علي سيدنا قبل الأخ أبو محمد، زوجته تناولت السم لسبب أو لآخر، يقول وراء أيام سقط الجنين. شوفوا مشاكل عائلية كثيرة يعني، وهذه طبيعة البشر يعني، ماكو البشر عموما إرادات مختلفة وتصير مشاكل في الأسرة. ولكن هذه المشاكل هل يسوغ أو تسوغ هذه المشاكل للإنسان أن يعرض نفسه إلى الهلاك أو ينتحر؟ ما يجوز له. سيدنا هاي انتحرت، شربت السم والحمد لله ما ماتت، بس أثر على جنينها وسقط. الجواب أنها هي مسؤولة عن هذا الجنين وارتكبت حرام، تستغفر الله، والجنين اللي سقط هي تتحمل وديته إلى زوجها، لأن زوجها هو أبو الطفل، فتتحمل الدية. والزوج يقول يا أبا أنا بريت لها الذمة، خلص إذا برى الذمة كافي، إذا الزوج برى الذمة يكفي، ولكن يبقى حرام، وتستغفر الله على هذا الأمر.
أحسنتم سيدنا. أبو كرار تفضل أخويا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونكم؟ عظم الله أجرنا وأجركم بصابة لمحمد. اللهم صلي على محمد أجمعين. إن شاء الله. أبو كرار شنو سؤالك عزيزي؟ سيدنا بعض أحيان أكو حالات تصير في الشارع أنا أنتقدها، يعني مثل هاي صوت الدراجات، هاي الصالنسات المؤذية. نعم. وأكو سيارات توقف مكان مو صحيح ونحكي وياها. زي. جماعتنا اللي موجودين يقولوا لي أنت متعافي عمي تريد تتعارك يا أبو، هذا أمر معروف ونهي عن منكر. اللي واقف مو عادل قل له يا أبو أنت واقف مو عادل، اللي صوت دراجة تهدي الناس. طيب. قل له صوت دراجة. سؤالك وين أبو كرار؟ السؤال وين؟ هاي شنو على وي هاي الناس اللي شد لهم يعني؟ تمام صحيح. سؤال آخر عندك؟ تحياتنا الأخ أبو كرار، خلص اتصال انتهى، شكرا على اتصاله. أبو محمد قبل سيدنا سأل سؤال، يعني الأول عن غسل الجمعة قضاء هل يجزي عن الوضوء؟ هو قال بعد أذان الظهر. أي نعم، غسل الجمعة يوم الجمعة قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد المغرب يجزي عن الوضوء، لا أشكال في ذلك. يمكن إنسان أن يصلي صلاته بغسل الجمعة، لا أشكال فيه ما دام يوم الجمعة. طيب سؤال الثاني كان عن الهدية تباع واللي يشتريها يأخذها كنذر. هيك افتهمت أنا، يا بأني عندي على حال واحد جاب لي خروف، جاب لي خروف قال لي سيدنا تجاي من مكة هذه راس غنم جزاك الله خير، جيت أنت قلت لي سيدنا تبيع لي الخروف، أقول شو سوي؟ والله أنا نادر أن أذبح خروف. أنت المشتري نادر. نعم. لله علي أن أذبح خروفا، بس هذا الخروف ما موجود، أشتري من السيد، لا أشكال في ذلك. على البائع وعلى المشتري ماكو إشكال، على البائع أن يبيع الهدية وعلى المشتري أن يشتري كنذر، لا أشكال في ذلك. طيب أبو كرار سيدنا، وسؤال أنه ينتقد حالات بالشارع والناس يلوموه على انتقاد. أبو كرار الناس ما تقبل الحق، يعني الناس تكره الحق وتكره الكلام، سأنا إيش قد ينتقدوني سيدنا ليش تتكلم في القضية؟ فإذا إحنا في الواقع نترك القضايا هالشكل، كل واحد يسكت على الغلط، يسكت على المنكر، يسكت على الفساد، ما يصير. يعني الناس لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولكن الأسلوب لازم شوي ندير بالنا عليه. نعم. ليكون أسلوب كلش حسب تعبيرنا ما له معنى أو أسلوب غير مقبول، فأن نفكر بالأسلوب كثيراً ونقوم بمهمتنا بشكل صحيح، وهذا مما لا إشكال فيه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أحسنتم، والموعظة الحسنة. أما الناس يقولوا يتكلمون عادي، ماكو واحد أمر بالمعروف والناس قالوا شكرا، والناس ينتقدون، ولكن أنت أولا فكر في الموضوع بشكل جيد، هل هذا من المنكر الذي لابد أن أنهي عنه؟ أصلا هذا منكر لو مو منكر، هذا واحد. اثنين، أسلوب الذي أقوم به لابد أن أفكر مليا قبل أن أقوم به. أم علي تفضلي أختي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. العفو سيدنا، أنا اشتريت قطعة سنة 2013 من سيجئية منطقة صحراوية، هسه قررت أبيعها. هل أنا كنت معروف أن خمسي واحد ربيع الأول؟ أكون ممنونة منك. هاي الأرض مسيجة ما مسيجة؟ لا مو مسيجة سيدنا. إيش قيد بيش اشتريتوها؟ اشتريتها 13 ونص. والآن يمكن سعرها عالي. بعتها صارت 17 من 1500 أملاء. واضح. معروف أنا مشتريتها يعني بفلوس غير مخمسة. إيه مرت عليها سنة أيضا. نعم سيد، أكثر من سنة. مشكورة سيدي. شكرا شكرا أختي أم علي، تحياتنا. أبو زهراء ويانا تفضل. أبو زهراء تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لسماحة السيد. حياكم الله حبيبي، بارك الله. تفضل سؤالك شنو أبو زهراء؟ سيدنا عن متابع البرنامج قبل شوية ذكرت قضية الزوجة ترس قيمة الأرض، ترس الأرض مو قيمة الأرض، قال ثمن. نعم. الأرض المباعة. الأرض المباعة. نعم، قبل فترة صار مشكلة أنه شخص متوفي ما عنده أولاد، بنت زوجة، أخوان المتوفي، هي عندها بيت متكامل يعني مكانة شوية ذو قيمة، فقال أنا ما ترسيني أنت يعني الأرض ما تبثي البناء، هل هذا صحيح الأمر؟ الأرض انباعت بحياته لو بعد وفاته؟
لا سيدنا هذا بيت عندهم بيت. اي انباع في حياته لو بعد وفاته. ما انباع لا ما انباع. لا لا بعد حتى ما مبيوع هو توفى الرجل. صحيح صحيح. فيقولوا له ان انت تعرفين بس البناء الارض ما حق بيه. بلي بلي. تسمع الجواب ان شاء الله ابو زهراء شكرا لك على اتصالك تحياتي. جزاك الله خير جزاك الله. حياكم الله. أم علي سيدنا وسؤالها عن الأرض غير المسيجة وهل عليها خمس أو لا؟ في واقع الحال نعم الخمسها بالقيمة الشراء 13.5 ذيك تخمسيها لأن مر عليها أكثر من سنة وهي باقية الأرض هالشكل ف13.5 تخمس أما الباقي لا خمس فيه لأنه هذا ربح جديد ما عليه خمس أما الأرض بما هي قيمة شرائها. شنو موضوع المسيجة ومو مسيجة سيدنا؟ مسيجة يعني لو كانت الأرض مسيجة يعني هذه صارت أرض ملكي. نعم. ملكي ما دام ملكي فأنا أملك قيمتها الفعلية الآن قيمتها 20 مليون أنا هاي أرضي 20 مليون. أما إذا ما مسيجة عند السيد الله يحفظه أن هذه الأرض غير مسيجة فهي في الواقع من ناحية القانونية مختصة بيك ولكن ليست ملكا حقيقيا الملك الحقيقي بالتسييج والعمارة فأنت تطين فلوس اللي شراء. دفعتيها كأنما هذه الأموال خليتيها بصندوق ما أما إذا كانت مسيجة فبسعر اليوم سعر اليوم الأخ أبو زهراء سيدنا كان سؤاله عن الزوجة ترث عدها يعني عدها من زوجها المتوفى بيت والآن إذا يبيعوه يعني تحصل شيء من ثمن أو لا؟ بلي الزوجة ترث العمارة يعني ترث البناء ولا ترث من الأرض واحد يقول ها هنا الظلم شلون هاي زوجة وأنتوا ما أعطيتوها من الأرض أولا الدليل الشرعي هو هذا على أن هذه المرأة من مات زوجها قد هاي القد يعني الاحتمال أن هذه المرأة هي أجنبية أو هي على حال راح تتزوج بشخص آخر من تزوج بشخص آخر راح يدخل شخص مع هؤلاء فالشارع المقدس يقول هاي الأرض لمن لورثة الميت أما الزوجة تعطى ممن من الطوابق والبناء والأشجار سيدنا شلون تحسب يعني تحسب أحسن هذا يجي المقيم شي يقول يقول سيدنا هاي القاع تسوى 100 مليون لو بس قاع هي هاي أحسنتم البناء هذا يحسبه يقول يا أبا هذا البناء كله مثلا بتلاقي 50 مليون فالمرأة تأخذ من 50 وليس من 100 يعني يستثنى فقط الأرض يعني حتى لو كان اللي يشتري الأرض يريد يهدمها يعني هو ما أخذها لأجل الأرض مو لأجل البناء يعني المهم تحدد قيمة البناء صح سيدنا ورثه لو سيدنا كأنه هيك هذا سؤال مفترض بيت وقيمة الأرض شيء معين وقيمة البناء شيء ثاني مالي. هل قيمة البناء بالنسبة للشخص المشتري لو الشخص المشتري يقول لك أنا أخذها وراح أهدها للأرض مو يعني. مسألة مشتري مو مسألة مشتري قيمة سوقية قيمة سوقية أكو مشتري أو ماكو مشتري نجيب دلال نقول يا قيم لنا البناء هذا هو يقيم البناء ويقيم الأرض يستثني قيمة واضح أحسنتم سيد الأخ علي أنا تفضل يا علي السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله علي سيدنا. سؤالكم شنو علي الله يحفظك سيدنا انا متزوج نعم وابوها فرض علي قال لي ما تطلع بنتي خارج يعني منطقتي او البيت اللي ساكنه به هي يعني بيته من ابوها مسويه هذا شرط عليك يعني بشروط العقد لو لا هيك بينك وبينه هو بينه وبينه زين قال لي ما تطلع من المنطقه يعني هو يريد اصفى من الاخير زين قلت له أنا بخدمتك نفذ الشرط الشرط صار لي مشاكل تعدوا علي بالسلاح عدوا كلامهم أنا قلت لهم بعد هي إذا زوجتي تطيعني أنا أسوي لها البيت الشرعي أنا هم الله ممكنني وعدي خير من الله نعم والناس الخيرة يكون أسان قال إذا ما عدك أنت إحنا هم سعيدك نسوي لك تقدر طيب علي. فتريد تطلع من منطقتهم أريد أطلع من منطقتهم أنا هم عدي عائلة ثانية عدي زوجي وأطفال وعدي مساحة ثانية قد أسوي صفة على مود أحسن أحسن اللي بعديش فسؤالك إنه يصير تخالف الاتفاق لو لا أها لأن هم تفرضوا علي إلا يمهم له بغير منطقة وأنا ما أقدر أفهم متى يجي هالي من نارين زين شكرا لك على اتصالك علي تسمع الله الجواب الله يحفظك ونجاوب الجواب رحمة الوالدين بإذن الله تعالى تحياتي لك تفضلوا سيدنا مباشرة هو عنده زوجة ثانية وأطفال
فيريد يجيب الزوجة الأولى أو الثانية ما عرف يسكنها بصف زوجته الأخرى، وأهلها مشترطين عليها قبل الزواج أنه ما تطلع خارج منطقتهم. تفضل سيدي. في الواقع الاشتراط الأهل شيء، ولكن يبقى رضا الزوجة. الزوجة إذا راضية أن تسكن مع زوجها وين ما كان، ما بعد ما يتدخل لا الأب ولا الأم. شوفوا الإسلام يعطي الحق المن للزوجة. أنت بابا تقبلين نروح مكان ثاني نقعد؟ قالت إيه. أنت وين ما تروح أنا وياك. خلص الزوجة تتبع زوجها في سكناه، إلا إذا اشترطت الزوجة أنا ما أطلع من هالمنطقة. الزوجة إذا اشترطت بالعقد، الزوجة إذا اشترطت في العقد أنه أنا ما أطلع منها، نعم. فهنا ما لحق يطلعها إلا برضاها، إلا برضاها. فإذا رضيت جاز له، إذا ما رضيت هو ملزم بالشرط. هذا في شروط العقد. بلي. لا، إذا ما بعد الزواج سيدنا هي ما راضية تنتقل لهاي المنطقة، خلاص صار عليها طاعة. لا، إذا ماكو شروط بالعقد يعني، نعم. ماكو أصلا كلام، والمرأة قالت أنا ما أجي وراك، هنا الزوجة تتبع زوجها في السكنة، نعم. فلا يحق لها أن تخلف. نعم، إذا واحد يقول سيدنا إذا التزمت بهذا الشرط أكو ضرر، كل يوم رافعين عليه سلاح وكذا، أكو ضرر، ضرر عليه، هذا لابد أن يرجع فيه الحاكم الشرعي. أحسنتم سيدنا أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك. ما كنت ممكن نحكي السيد رشيد. سيدي اسمعكم، شنو سؤالكم أحمد؟ شلونك مولاي، شلون صحتك؟ حياك الله حبيبي، بارك الله فيك. الله يعزك، كان من أحد متابعينك، الله يطول عمرك مولاي. بارك الله فيك، تفضلوا سؤالك. عندي شغلة مولاي، بس تدعينا يرحم والديك، عندي يعني شغلة عندي، بس رايت تدعينا مولاي. سهل الله أمرك، سهل الله أمرك. الله يطول عمرك مولاي، ألف رحمة لوالديك. الله يقضي حوائجك. هذا بالسيد. شكرا للأخ أحمد، تحياتنا له. شكرا جزيلا. ناخذ اتصال ثاني من الأخت فاطمة. تفضلي أختي فاطمة. ألو. تفضلي أختي. السلام عليكم. سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، سؤالكم. أريد السيد. السيد يسمع سؤالك، شنو أختي فاطمة؟ أريد يدعي لي بالنجاح إلي وأخي إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله تعالى، وينجحكم ويسعدكم في الدنيا والآخر. اللهم آمين. شكرا جزيلا. الأخ أحمد قبل الأخت فاطمة أيضا، سيدنا طلب منكم الدعاء لقضاء حاجة. اللهم اقضى حوائجهم جميعا، كل الأخوة المؤمنين الذين لهم حاجات ولهم مشاكل ولهم أمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم البلاء ويقضي حوائجهم ويريح بالهم فيما هو فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ونسألكم الدعاء. والله يسلمهم من كل سوء ويبعد عنهم كل ألم ووجع ويقضي حوائجهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب. أحسنتم، شكرا جزيلا سيدنا يحيى. تفضل يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ حياك الله أخوي، شنو سؤالك يا حيا؟ عن سؤالي، أنا أبوي متقاعد وتوفي. نعم. وحوليت الراتب عند أخوي مقعد. نعم. ووالدتي حولت الراتب باسمهم. نعم. زين. ومن عشان والدتي إذا متوفيت واستلمت المنحة مال شو اسمه نهاية خدمة الأبوي. زين. وعن المنحة أنا بالنسبة لي قاعد مقعد، لأن أنا المقيم عليهم، كنت ولا يزال أنا مقيم عليهم. والدتي توفيت، والمبلغ اللي استلمته يعني صرفته على أمي دكاترة سكر وضغوط وسبع جلطات وفشل كلى وصار عندها. نعم. زين. وعد أخوي هذا مقعد الشانهم دكاترة وما دكاترة. زين. وعدلت تكرم بني الصحيات، وعدلت البيت استقبال ما استقبال دني. خلصا يعني الفلوس تماما؟ خلصا، بس يعني أنا إلي تنبيه دني لو ما يعني ما علي شيء، هذا اللي بدي أذكر من عنده. شكرا جزيلا. عندكم استيضاح سيدنا؟ لا. شكرا جزيلا يحيى على اتصالك، تحياتي. أشكر لله حبيب قلبي ورحمه الله. أشرح لك الموضوع لو واضح حتى سيدنا. أشرح. بس خلي ناخذ اتصال إذا تسمح لنا سماحة السيد. قائد، تفضل يا قائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، رحمة الله على والديك، يرحم أمواتك. احنا جيش، احنا عسكر. نعم. وعندنا ابن عاشر يعطينا مثل عصير، يعطينا حليب، هاي الشغلات نوص، يقولون حرام هذا مال فوش كامل. ايه. وهذا حلال حرام. هذا غير الحصة مالتكم يعني، فوق الحصة؟
اي هو احنا يعني الجيع الشيء تعرفوا نحطه احنا يوميا ما اصعصر، هو يعطينا مثلا خمسه سته يقول لا باخذوهم بالزايدات هاي. هن زايدات فعلا لو لا؟ والله هو فعلا يطلع هو من المستودع يطلع اربع كتات خمسه يزود والباقي ولا يقول لهم لا باخذوه هذا زايد اخذوه بس نص تقول هذا حرام هذا حلال. تسمع الجواب ان شاء الله قائد، شكرا لك على اتصالك. ها انا رحمه الله على والدتي القاع الزراعيه هم بها خمس وزكاه الارض الزراعيه والحقوق. تمام شكرا، تسمع الجواب ان شاء الله، شكرا جزيلا. اتصال من ابو علي، تفضل يا ابو علي. ابو علي بعد ويانا لو اخذنا اتصال ابو علي. ابو علي تفضل عيوني اخويا. ابو حسين نتشرف بيك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت مو واضح ابو حسين، علي لي صوتك. كنترول صوت مو واضح. لا مو اعلى شيء بس يجوز الفيد الثاني او شيء لانه الصوت كلش ضعيف. عموما تحياتنا للاخ ابو حسين ويعاود الاتصال ان شاء الله مره ثانيه. سيدنا اشرح لحضرتك باختصار شديد، الاخ يحيى والده متقاعد متوفى وكانت والدته بالوجود هو يخدمهم، اخوه مقعد فاستلم منحه نهايه الخدمه لوالده، فيقول اصرفتها على البيت على علاج والدتي على اشياء خاصه بالبيت واشياء لهم يعني، وبعدين الوالده هم توفت. فيقول انا اؤثم على هذا اللي تصرفت به، هو ماخذ منحه نهايه الخدمه. هذه لمن المنحه؟ للوالد المتوفى. لمن ياخذوها؟ لمن يعني الاولاد والزوجه منه هذه المنحه؟ سيدنا كل واحد بعد ما يخلص وظيفته خدمته تقاعد هناك منحه تعطى له في حياته، ولكن هذا الشخص توفي. توفي فهذه المنحه هي من مستحقات بعد حياته. جت نعم بعد حياته. نعم ففي واقع الحال هذه المنحه تصرف في شؤونه يعني شؤون الميت، شؤون الميت وما يتعلق من الميراث يعني سيدنا تكون؟ لا شؤونه سواء كان عليه استحقاقات عليه جنازة ما أدري الدفن فاتحة الأمور هذه تصرف. فإذا كان في الواقع الأمور هذه كلها صرفت وإنما هناك علاجات أولاده وزوجته وكذا فلا إشكال في ذلك برضاهم إذا كانوا راضين لا إشكال في ذلك. واضح سيد الأخ قائد سيدنا وسؤال عن الإعاشة والإضافات اللي ينطيها أبو الإعاشة. شوف حبيبي هذا الكلام هواية أنا سامع عنه أنه سيدنا الإعاشة تجي زايدة. اسمعوا جيدا شباب، الإعاشة زايدة يعني لا تقولوا أنه سيدنا تطلع تقارير أشوف الجنود مساكين مطيهم خبز وكذا وأكو ظلم، هذا الظلم أكو سرقات وفساد بس عموما الإعاشة زايدة ينطوها. فيبقى هذا الزايد له طرفان يعني أنا عندي معلومات. الطرف الأول أنه هذه الإعاشة الزايدة الآمر الكبير كذا يقول روح بيعها جيب الفلوس إلي، وهو خلاف. الطريق الثاني وهو صحيح أنه هذه الإعاشة الزايدة أيضا يصرفوها على من؟ على الجنود. على شو يابا هذا زايد هاكم كل واحد يأخذ البيت مثلا 5 كيلوات تمن 4 طبقات بيض مثلا، إذا صرفت على نفس الجنود لا إشكال فيه، ولكن أن لا يكون شنو من حسب تعيين من حق الآخرين جاء أقول الإعاشة الزائدة لا إشكال فيه. آخر المتصلين نبيل. نبيل تفضل يا نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم أجمعين إن شاء الله حياكم الله. سؤال سيدي سيد رشيدة. نعم السلام عليكم مولاني. السلام طلعين. سؤالك شنو نبيل؟ مولاني أنا أحد متابعينك وجزاك الله خير الجزاء. أنا عندي ابني أكرم بلغ عمره 18 سنة. نعم. وبالمرحلة المتوسطة. فدخلت بالحوزة. والحوزة ما قصرها يعني علموا أمور دينية وأمور وضعها بس حافز القليل بالحوزة. أنا بالناصر إذا حاجيت مولانا. نعم. يعني الحافز يعني مثل رحلات للعتبات زيارة يعني منحة قليلة. زين أنا بمناطق ريفية وأنا عندي بس عاطلين.
فانت يعني جاي طالب بحافز لدرسوك؟ يعني حافز، انا ما اريد يعني تدري انا متابعك مولاني وين الشباب وين يدرس جزاك الله خير، يعني اريد يعرف امور ديني، فانا اذا يروح بالشارع بهاي الامور الانترنت واضح حجي شغلات. واضح سيدنا حجي حبيبي وين يدرس؟ وين يدرس؟ في الناصريه لو بالنجف؟ بالناصريه. لا بالناصريه. مدرسه لو عند واحد شيخ بالمسجد؟ لا مدرسه. المدرسه بيها مدير؟ بيها جهه تدير المدرسه؟ بيها مدير جزاهم الله خير، يعني ناس يعني منحتهم قليله، انا هم رحت لهم المنحه. الله. فالمنحه هي تجي من النجف. شكرا لك، راح تسمع الجواب، تسمع الجواب وافيا شافيا ان شاء الله. نبيل شكرا لك على نبيل. الله يسهل لك. الله يسهل امرك ان شاء الله تعالى. سيدنا الاخ قائد نفسه سال عن الاراضي الزراعيه، هل عليها حقوق؟ الاراضي الزراعيه حقوق يعني شنو؟ قال خمس زكاه، هيك كان سؤال. اذا انت مشتريها وما مستعملها اي نعم يجي حق على شنو؟ على سعرها. اذا لا انت محييها وزراعه وكذا هذه لا ما عليه خمس، ولكن ما زاد من الثمرات، ما زاد من الـ يعني المنتوج، اذا زاد وبقى اكثر من حاجتك ذاك يتخمس فقط الزائد. والغلات الزراعيه وهذه نفس الكلام، نفس الكلام. الغلات اذا كانت في الواقع وصلت الى حد ال 850 كيلو حنطه مثلا يعطى عشر، 85 كيلو عشر اللي هو زكاته. طيب سيدنا الاخ نبيل اللي هو ابنه مدخله بدراسه ما ادري على حال، حوزات كثيره وجهات كثيره، ما ادري نوعيه الحوزه وعد منه، ولكن لابد الاخوه المشرفين على هيك حوزات انه ينطون حوافز كما ذكر جناب الاخ لطلبتهم، انه يشجعوهم سفرات دينيه، سفرات ترفيهيه، حتى هؤلاء الشباب لا يخرجوا لا يملوا. وهذه تتعلق بالإدارة، وأنا لا أعرف الجهة التي تدير هذه. تدرون الآن جهات حتى بعض الأحزاب فتحوا حوزات ومدارس، وأنا لا يعني لا ربط لي بها، ولكن عموما الحوزات اللي ترتبط بالحوزة العلمية في النجف الأشرف أو المرجعية هي في الواقع قد لا تكون يعني كثيرة وكبيرة. نعم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. حياكم الله، بارك الله بكم، سلمكم الله تعالى دعاكم ومشاهدينا أيضا. سيد الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة. لنا لقاء إن شاء الله الجمعة المقبلة في خير وعافية بإذن الله تعالى الساعة 8 مساء، في رعاية الله وحفظه.